بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة بعنوان الحرارة النوعية. في هذه التجربة سنقوم بحساب الحرارة النوعية لجسم صلب وليكن حبيبات النحاس بطريقة تسمى طريقة الخلط. الأدوات المستخدمة: مسعر أو مسعر حراري، حبيبات نحاس، أنبوبة اختبار مع ماسك للأنبوبة، عدد 2 ميزان حرارة أو ترموميتر، وميزان لحساب أو لقياس الكتلة. من المعروف أن الحرارة أو الطاقة الحرارية هي شكل من أشكال الطاقة التي تنتقل من منطقة ساخنة إلى منطقة باردة بعدة طرق، منها طريقة التوصيل في المواد الصلبة، الحمل الحراري في السوائل، والإشعاع كما يحدث في الغازات أو في الفراغ. عند إعطاء جسم طاقة حرارية أو فقد جسم لطاقة حرارية فإنه يحدث تغير في درجة حرارة هذا الجسم. هذا التغير في درجة الحرارة يعبر عن الطاقة الحرارية التي يحتويها هذا الجسم، والتي بدورها تعبر عن الطاقة الحركية للجزيئات المكونة لهذا الجسم. التغير في درجة الحرارة يعتمد على التغير في كتلة الجسم، كمية الحرارة كيو المكتسبة أو المفقودة بواسطة هذا الجسم، ونوع المادة اللي بيتكون منها الجسم. كمية الحرارة كيو تقاس في نظام جرام سنتيمتر ثانية بوحدة السعر الحراري أو الكالوري، وفي النظام الدولي تقاس بوحدة الطاقة اللي هي إيه؟ اللي هي الجول. وفي هذا الصدد نتعرف على السعر الحراري للجسم، وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم مقدار 1 درجة مئوية، أي أن السعة الحرارية الهيت كاباسيتي HC بتساوي Q كمية الحرارة على فرق درجة حرارة دلتا T، وتقاس بالكالوري على سيليزيوس أو جول على كلفن. السعر الحراري أو الكالوري كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء النقي المقطر من 14.5 درجة مئوية إلى 15.5 درجة مئوية عند الضغط الجوي. الجول وكمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء النقي المقطر بمقدار 1/4.18 درجة سيليزيوسية، أي أن 1 كالوري يساوي 4.18 جول. إذا افترضنا أنه لا يوجد فقد للحرارة من خلال وسط محيط، فإن كمية الحرارة التي يكتسبها الجسم الساخن والموضوع معه أو الموجود معه في نفس الحيز أو في النظام المغلق، في نفس النظام المغلق جسم بارد، هي نفس كمية الحرارة التي يكتسبها هذا الجسم البارد، أي أن كمية الحرارة المكتسبة بواسطة الجسم البارد أو كمية الحرارة التي يفقدها الجسم الساخن ستتناسب مع كتلة الجسم وفرق درجات الحرارة التي عليها الجسم. فرق درجة الحرارة قبل الفقد أو قبل الاكتساب وبعد الاكتساب أو الفقد، حيث Q كمية الحرارة تتناسب مع M كتلة الجسم وفرق درجة الحرارة دلتا T. إذن Q تساوي MC دلتا T، حيث C ثابت التناسب وهي عبارة عن السعة الحرارية النوعية أو الحرارة النوعية لهذا الجسم، وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من مادة بمقدار 1 درجة مئوية، أي أن C الحرارة النوعية تساوي Q على M دلتا T، وتقاس بوحدة جول على كيلو جرام في الكلفن أو كالوري لكل جرام سيليزيوس في النظام جرام سنتيمتر ثانية. من المعادلة الأخيرة، حيث أن C للحرارة النوعية تتناسب تناسبا طرديا مع Q لكمية الحرارة،
فهذا يدل على أن السعة الحرارية النوعية العالية لمادة ما تدل على أن هذه المادة تستهلك طاقة أكبر لرفع درجة حرارة مثل ما يحدث في الماء، وأن السعة الحرارية المنخفضة تدل على أن هذه المادة تستهلك طاقة أقل لرفع درجة الحرارة مثل ما يحدث في المعادن. في هذه التجربة سنقوم بحساب السعة الحرارية النوعية لحبيبات النحاس بعد تسخينه وخلطه بالماء والوعاء الداخلي للمسعر أو المسعر الحراري، وحيث أن مبدأ حفظ الطاقة كمية الحرارة المكتسبة تساوي كمية الحرارة المفقودة، أي أن كمية الحرارة المكتسبة بواسطة الماء والمسعر تساوي كمية الحرارة المفقودة بواسطة النحاس، وحيث أن Q تساوي MC دلتا T، يبقى إذن MC دلتا T للنحاس تساوي MC دلتا T للماء زائد MC دلتا T للمسعر. وإذا افترضنا أننا نرمز أو رمزنا إلى فرق درجة الحرارة للنحاس دلتا تي اس هي تي اس ناقص تي 2، حيث تي اس أقصى درجة حرارة وصل إليها النحاس المسخن، وتي 2 درجة حرارة الخليط اللي هو عبارة عن درجة حرارة المسعر والماء والنحاس، وتي 1 هي درجة حرارة المسعر والماء قبل الخلط. يبقى إذن فرق درجة حرارة الماء تي 2 ناقص تي 1 وفرق درجة حرارة للمسعر تي 2 ناقص تي 1، أي أن فرق درجة الحرارة للماء هي نفسها فرق درجة حرارة لمين؟ للمسعر. من هذه المعادلة إذن سي اس أو الحرارة النوعية للجسم الصلب اللي هو النحاس يساوي MWCW زائد MCCC في فرق درجة الحرارة T2 ناقص T1 على MS في فرق درجة الحرارة TS ناقص T2، أي أنه لحساب الحرارة النوعية لمادة صلبة بطريقة الخلط فمطلوب معرفة كتلة الماء، الحرارة النوعية للماء، كتلة المسعر، الحرارة النوعية للمسعر، وكتلة النحاس أو كتلة المادة الصلبة في فرق درجة حرارة T2 ناقص T1 فرق درجة الحرارة للماء والمسعر، وفرق درجة الحرارة للجسم الصلب اللي هي TS ناقص T2. المسعر الحراري أو المسعر الحراري عبارة عن وعاء داخلي ووعاء خارجي بينهما مادة عازلة، بينهما مادة عازلة حيث لا تسمح هذه المادة بانتقال الحرارة للوسط المحيط، وبالتالي تحافظ على درجة حرارة هذا النظام. خطوات التجربة أو خطوات العمل: نقوم بوزن كمية صغيرة من حبيبات النحاس أو كمية مناسبة من حبيبات النحاس ونضعها في أنبوبة اختبار، ثم نقوم بإدخال ميزان الحرارة بحيث يكون مستودع الزئبق محاط تماما بحبيبات النحاس، ثم نقوم بوضع الأنبوبة والثرمومتر في كأس به ماء، ثم نقوم بعملية التسخين أو نقوم بعملية حمام مائي لحبيبات النحاس، خطوات العمل: نقوم بوزن كمية مناسبة من حبيبات النحاس ونضعها في أنبوبة اختبار زجاجي، ثم نقوم بإدخال ميزان الحرارة أو الترمومتر بحيث
تحيط حبيبات النحاس بمستودع الزئبق الخاص بالثرمومتر، ثم نضع الثرمومتر بأنبوبة الاختبار في حمام مائي ونبدأ في عملية التسخين. في هذه الأثناء نقوم بتعيين كتلة المسعر أو الوعاء الداخلي المسعر لأنه موجود برمز MC، ثم نقوم بعد ذلك بوضع قدر مناسب من الماء ونقوم بوزن الماء والمسعر ونحسب كتلة الماء، حيث كتلة الماء تساوي كتلة الماء والمسعر ناقص كتلة المسعر فارغا. وبعد ذلك نوجد قيمة T1 اللي هي درجة حرارة الماء والمسعر. عندما تصل درجة الحرارة للنحاس الدرجة القصوى، وفي هذه الأثناء والمقصود بالدرجة القصوى أن تصل درجة الحرارة للنحاس لدرجة يحدث عندها ثبات لدرجة الحرارة، نقوم بنقل حبيبات النحاس بسرعة إلى الوعاء الذي به ماء ونستخدم الترمومتر للتقليب ونوجد درجة حرارة الخليط T2، ثم نطبق المعادلة الأخيرة لإيجاد CS أو إيجاد الحرارة النوعية للنحاس. نقوم برصد أو بتسجيل النتائج في الجدول، حيث نوجد كتلة المادة الصلبة وكتلة المسعر وكتلة المسعر مع الماء، ثم نوجد كتلة الماء، قياس الكتل بالجرام، وبمعرفة الحرارة النوعية للماء لا تساوي 1 كالوري على جرام في سيليزيوس، والحرارة النوعية لمادة المسعر ودرجة حرارة الماء والمسعر قبل الخلط T1، وبمعرفة كذلك TS لدرجة حرارة الخليط TS درجة حرارة النحاس الساخن T2 درجة حرارة الخليط، ثم نعوض في المعادلة ونوجد قيمة CS الذي يقدر بوحدة كالوري على جرام سيليزيوس أو جول كيلوجرام في الكلفن. وبرجاء متابعة الفيديو المرفق، شكرا لكم.